دكتور يوسف زيدان، لأي مدى بتشوف إن الحياة مسرح؟ يعني لأبعد مدى، مسرح لدرجة إيه؟ لدرجة التطابق. كل الناس بتمثل؟ لا، الحياة مسرحية، أحيانا تكون هزلية، أحيانا كثيرة يعني، وأحيانا بتكون تراجيدية، أحيانا كوميدية. أصل بصي، أي إنسان هو ما اختارش إن يتولد لهذا الأب وهذه الأم، هو جلب ووضع على خشبة مسرح. دورك بيعجبك في المسرحية؟ لا، ما بتحبوش؟ تحب تعمل تعديلات؟ أما مش بإيدي، المخرج هو اللي بيتحكم. المؤلف المخرج، لأنه الإخراج في المسرح يعلو على أهميته، يعني تعلو على النص. ايه اللي مش عاجبك ولو في ايدك تعمل تعديلات على دورك تعمله تعدله؟ لا، حاجات كتير. زي يعني ايه؟ يعني مثلا ما كان ممكن اتولد امير مثلا في العصور السابقه، وما بقاش يعني مثقل كده بالهموم المعاصره.